في المرة الأولى عندما احتلوا المركز الثالث لم يكن الأمر معي، ولذلك بالطبع من الصعب بعض الشيء أن نقول متى سيكون الأمر أفضل هذه المرة. نحن مستعدون جيدا ونفكر قبل الدور نصف النهائي. يمكننا تقديم أداء ممتاز، لكن مرة أخرى فلومينينزي فريق حقق الكثير من النجاح في الماضي، وبالطبع سيفعلون كل شيء أيضا حتى لا يعودوا إلى ديارهم بعد مباراة واحدة فقط، وحتى الآن ستكون مباراة متقاربة أنا متأكد، لكنني متأكد من ذلك. أعتقد أننا سنحظى بفرصنا أيضا، لأنه في المرة الأخيرة ضد الاتحاد لعبنا بشكل جيد للغاية ولعبنا جيدا معا، وأعتقد أنه كان فوزا مستحقا. لذلك أعتقد أنها مباراة مفتوحة غدا، ولكن بالتأكيد لدينا فرصتنا أيضا للصعود إلى النهائيات. من مارسيل كولر إلى كابتن محمد الشناوي قائد النادي الأهلي. مش أول مرة نلعب فرقة من البرازيل، دي إن شاء الله بكرة تبقى رابع مرة نلعب فرقة من البرازيل. إحنا عارفين كويس جدا إن الفرقة البرازيلية بتلعب كرة جماعية وبتلعب كرة جميلة، طبعا بتلعب كرة بتبني كرة من على الأرض، بس إحنا بالنسبة لنا بنفكر بكرة إن شاء الله اللي إحنا نكسب، مش عايزين نوصل لضربة الجزاء، بس طبعا إحنا حاطين كل السيناريوهات قدامنا. الماتش 90 دقيقة، وبعد كده لو في شوطين إضافيين وبعد كده نوصل لضربة الجزاء. إحنا في الأول وفي الآخر نركز على المباراة، وبعد كده يعني السيناريو الماتش هو يعني هو ماشي لوحده، إحنا أهم حاجة إن شاء الله نخلص في 90 دقيقة وبعد كده نشوف إيه اللي هيحصل يعني.